ازاي تنجح وتجيب مجموع وانت قاعد على الانترنت. اليوم السابع بيقدم اقوى مراجعات نهائيه للثانويه العامه لنخبه من افضل المدرسين. اتفرج وذاكر وانجح وجيب مجموع بالفيديو على اليوم السابع. مرحبا بكم من جديد اعزائنا الطلاب. الان نراجع معا نصوص الشعر، ونبدأ بنص شعري من نص رثاء لابن الرومي. يقول السؤال: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار وسط العقد، تواه الردى عني فأضحى مزاره، بعيدا على قربي قريبا على بعدي، لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها، وأخلفت الآمال ما كان من وعدي. والسؤال المعتاد: تخيل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مرادف كلمة أودى، هل هي بقي، ظهر، مات، صاغ؟ أودى مات. نعم. معنى كلمة توخى، هل هي قصد، أفاد، تقدم، دبر؟ مرادف كلمة، معنى كلمة توخى بمعنى قصد. جودة، أمر غرضه البلاغي، الإنكار، التمني، النصح، التعجب. عندما يكون الأمر أو النهي لغير العاقل يكون الغرض، نعم، التمني. الخيال في قوله فقد أودى نظيركما عندي، أودى نظيركما عندي، مات من هو في مثل منزلتكم، هو يخاطب عينيه طبعا. هل التعبير هنا كناية أم استعارة أم تشبيه أم مجاز مرسل؟ فكر قليلا. التعبير هنا نعم تشبيه. غرض الاستفهام في البيت الثاني: التقرير، النفي، التعجب، الإنكار. عد إلى البيت: فلله كيف اختار وسط العقد؟ إذن هنا الإجابة التعجب. السؤال التالي: فلله، هل هو أسلوب تعجب، أسلوب قسم، أسلوب مدح، أسلوب نداء؟ الإجابة أسلوب تعجب. وناتي إلى السؤال التالي: كيف تحدث الشاعر عن فقد أحب أولاده إليه؟ الإجابة عزيزينا الطلاب: تحدث الشاعر عن فقد أحب أولاده إليه فجعله نظيرا لعينيه، وأنه كالجوهرة التي توضع وسط العقد، وبفقدها يفقد العقد قيمته ويفقد كل جماله، ويعبر عن أثر فقده عليه بافتقاده لشهوة الحياة وعجزه عن الفرح والسعادة بعد أن اختار الموت أحب أولاده إليه، ولذلك فيطلب من عينيه أن تجود بالدمع لعل ذلك يريحه بعض الشيء. استخرج من الأبيات سؤال آخر: استعارة تصريحية، وبين أثرها في المعنى. يعني عزيز الطالب، عند استخراج الاستعارة التصريحية لابد أن تفرق جيدا بين أنواع التشبيه والاستعارة. ما الفرق بين التشبيه والاستعارة؟ إذا كان المشبه موجود والمشبه به موجود فتكون الصورة تشبيها، أما إذا حذف أحد أركان الجملة فتكون الصورة استعارة إذا كان فيها المشابهة. وهنا في البيت الثاني يقول: واسطة العقد، شبه الشاعر الابن، والابن غير موجود هنا، بالجوهرة، والجوهرة موجودة، إذن المشبه محذوف والمشبه به موجود، فهذه الصورة استعارة مكنية، فقد استعارة تصريحية عفوا، فقد شبه ابنه الأوسط بالجوهرة الثمينة التوسط العقد. وأثرها في المعنى تبين مكانة الابن الفقيد بين إخوته وانفراد شمل الأسرة بعد موت هذا الابن. كيف أضحى مزاره الابن بعيدا على قربي قريبا على بعد؟ والإجابة عن هذا السؤال: لأنه في العالم الآخر، لأنه في الآخرة، مع أن القبر قريب ولكنه انتقل إلى الدار الآخرة. السؤال الثاني: عين في البيت الثالث محسنا بديعيا، وبين نوعه واذكر أثره في المعنى. عد إلى البيت الثالث: تواه الردى عني فأضحى مزاره، بعيدا على قربي قريبا على بعدي. بينهما أين المحسن البديع هنا؟ بينهما مقابلة، بعيدا على قربي قريبا على بعدي، وكذلك أيضا بينهم حسن تقسيم. إذن المحسن البديع في البيت الثالث المقابلة بين بعيدا على قربي قريبا على بعدي، والهدف من هذه المقابلة توضيح المعنى مع الإيحاء بالحصر وتأكيد استحالة اللقاء، كما أن بينهما أيضا حسن تقسيم، له جرس موسيقي جميل. سؤال آخر من نص رساء لابن الرومي: الرثاء غرض قديم مستمر في جميع العصور، ما المقصود بالرثاء وما أنواعه، ولماذا تعد هذه القصيدة من الرثاء الذاتي؟ والإجابة عن هذا السؤال: الرثاء غرض قديم، هو أكثر أغراض الشعر امتلاء بالمشاعر الصادقة والعواطف النبيلة. أنواع الرثاء: رثاء ذاتي،
ورثاء قبلي ورثاء قومي. وتعد هذه القصيدة من الرثاء الذاتي لأن الشاعر فيها يرثي ولده محمد ويصور هذه التجربة المريرة التي مر بها وعانى ويلتها. سؤال آخر يقول: لشعر ابن الرومي خصائص فنية ظهرت في النص، اكتب 4 منها. هذه الخصائص كالتالي: سورة الألفاظ وإحكام العبارة، ترابط المعاني ووضوح الأفكار، روعة التصوير ودقة الوصف. السؤال التالي: في الأبيات 4 موسيقى لفظية، وضح مصدرها. انتبه، السؤال يقول موسيقى لفظية، فمن أين تأتي الموسيقى في أبيات الشعر؟ تأتي من الوزن والقافية والتصريع في أول بيت والمحسنات البدعية. وبالعودة لهذه الأبيات نجد الموسيقى تتمثل في الآتي: أولا في التصريع بين شطري البيت عندما قال: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فقد أودى نظيركما عندي. يجدي وعندي بينهما تصريع له أثر موسيقي. وكذلك الجناس الناقص في جودة ولا يجدي، أوسط واسطة، وعيد ووعد، بينهما جناس ناقص. ونأتي إلى سؤال آخر من نص رثاء لابن الرومي. هذا السؤال يقول: ألح عليه النسف حتى أحاله إلى صفرة الجادية عن حمرة الورد، فيا لك من نفس تساقط وأنفسا تساقط ضر من نظام بلا عقد، ألام لما أبدي عليك من الأسى، وإني لأخفي منك أضعاف ما أبدي. والأسئلة اختيار طبعا من متعدد في أول سؤال، سؤال لغويات. تخيل الإجابة الصحيحة بين القوسين: مضاد كلمة أحاله، هل هي أثبته، أنشأه، ساعده، غيره؟ أحاله أي غيره، والمضاد أثبته. السؤال التالي: مرادف كلمة الجادي، هل هي الزعفران، النرجس، السنة، الصبار؟ الجادي هو نبات الزعفران الأصفر فتكون الزعفران. المقصود بكلمة نظام، هل هي ترتيب، اتساق، خيط، تحديد؟ والإجابة النظام هنا هو الخيط. السؤال التالي: تكشف الأبيات عن مشاعر الأب في تصويره موت ابنه وفي وصف حزنه عليه، وضح ذلك. وهذا سؤال شرح. إذن الأب في هذه الأبيات يصور موت الابن بأن هذا الابن ظل يعاني في هذه الفترة الطويلة من المرض، وظل ينزف حتى تحول لونه الوردي رمز الصحة والنضارة، اللون الأصفر رمز الزبول والمرض، وظل في قبضة الموت يصارعها، فكأن نفسه قد تجزأت على إلى أكثر من نفس وخرجت على مراحل واحدة بعد أخرى. وهذا يصور معاناة الابن وأثناء الاحتضار ومدى حزن الأب الشديد على هذا الابن وهو يموت. إذن ويحاول الأب الصبر والتحمل، ولكن الناس تعاتبه على ما يظهر من حزن، مع أنه يخفي أضعاف ما يظهر أمام الناس. والسؤال التالي: وضح الصورة البيانية وقيمتها الفنية في البيت الثاني. عود إلى البيت الثاني، فماذا يقول البيت الثاني؟ كان يقول هذا البيت: فيا لك من نفس تساقط أنفسا تساقط ضر النظام بلا عقد. إذن هنا تشبيه تمثيلي. التشبيه التمثيلي هنا أعزائنا الطلاب، فقد شبه نفس الابن وقد تجزأت وخرجت على مراحل أثناء الموت كأنها حبات عقد، وكان منتظما في خيط وانفردت حبة بعد الأخرى. إذن في البيت الثاني تشبيه تمثيلي، فقد شبه نفس الابن قد ألح عليه النسف، فماتت شيئا فشيئا بالعقد الذي تساقطت حباته حبة بعد حبة. وفي تكسيم يوحي بقسوة المرض وعنفه وحزن الأب ومعاناته. وسؤال آخر عزيزان الطلاب: ما غرض الأبيات السابقة، وهل يتناقض مع الغرض الأساسي للقصيدة؟ والإجابة عن هذا السؤال هو غرض هنا الوصف، وهو يتناقض مع الغرض الأساسي للقصيدة، وهو الرثاء مما يعمق الحزن في النفس. وأكده لأنكم كما تعلمون أن الشعر مزج بين الأسلوب العاطفي وأسلوب الوصف، وهذا يؤكد التفجع على فقده لابنه. ننتقل أعزائنا الطلاب إلى نص آخر من نصوص الشعر، وهو مصر جنة الحسن. ويبدأ الشاعر قائلا الباء زهير: أرحل مصر وطيب نعيمها، فأي مكان بعدها لي شائق، وكيف قد أضحت من حسن جنة، زرابيها مبثوثة والنمارق، ويخل صدق يجمع الفضل شملهم، مجالسهم مما حو حدائق. تخير الصواب مما بين القوسين. مرادف كلمة زرابيها، هل هي مراتبها، وسائدها، حظائرها، مضاضعها؟ إذن الزرابي هي الوسائد. مفرد كلمة النمارق، هل هي نمراق، نميرقة، نميرق، نمرق؟ مفرد كلمة النمارق نمرق. السؤال التالي: أرحلوا عن من مصر، أسلوب استفهام غرضهم: التمني، التعجب والحسرة،
النفي التقرير أرحل من مصر يسلف مرضه التعجب والحسرة. السؤال التالي سؤال دائما يرتبط بمضمون الأبيات، والسؤال يقول: طبيعة مصر وأهلها لهما أثر بالغ على الشاعر، وضح ذلك. والإجابة عن هذا السؤال عليك أن تفهم الفكرة العامة للأبيات فهما جيدا، وتقول: طبيعة مصر أثرت تأثيرا بالغا على الشاعر. هذا يظهر في وصفه لجمال الطبيعة المصرية، فليس هناك مكان يضارع في جماله مصر، وهو هي شبه الجنة التي فيها البسط المفروشة والوسائد الوثيرة المصفوفة. أما أهل مصر فهم أهل الشاعر وأصدقاؤه الأوفياء، تجمعهم الأخلاق الفاضلة وتمتلئ مجلسهم بالأدب وبالعلم وثمار العقول كأنها حدائق غناء. لذلك لا يصدق الشاعر أبدا أن يستطيع الرحيل عن مصر إذا كتب له القدر ذلك، فالفراق من القدر وليس بإرادته. والسؤال التالي يقول: بين دلالة الأساليب الإنشائية في البيتين الأول والثاني. عندما نعود إلى البيتين الأول والثاني، أرحل ثم نجد في أي مكان، ثم نجد وكيف وقد أضحك، انظر تتابعت الأساليب الإنشائية في هذين البيتين. لماذا تتابعت هذه الأساليب؟ تتابعت لتبين قوة العاطفة ومدى سيطرة هذه الطبيعة المصرية الجميلة على الشاعر. إذا الإنسان المتكبر والمتعدد الأدوات في البيتين الأول والثاني، أرحل في أي مكان وكيف وقد أضحك، لبيان عظمة الجمال ومدى تأثيره على المشاعر، على الشاعر ومشاعره، والإشراك السامع والقارئ معه في تلك المشاعر والأحاسيس. سؤال آخر: وضح الصورة الخيالية في الشطر الأول من البيت الثاني وبين رأيك فيها. عد إلى البيت محل السؤال، تجد الشعر يقول: وكيف قد أضحت من الحسن جنة. إذن الشعراء عندما أكثروا من وصف مصر بالجنة، مصر جنة، أصبح هذا التشبيه تشبيه فاتر لكثرة تردده في الشعر. إذن ولكن الذي يرفع من ثمة هذا التشبيه هو الاقتباس من القرآن الكريم في قول الشاعر: زرابيها مبثوثة والنمارق. إذن الصورة الخيالية في البيت الثاني هي في قوله: وكيف قد أضحت من الحسن جنة، تشبيه حيث شبه مصر بالجنة في نعيمها وجمالها. وسر الجمال التوضيح، وأرى أن هذا التشبيه مألوف قد كثر استعماله، ومع هذا فهو تشبيه جميل. فلماذا هو تشبيه جميل؟ لأن الشاعر رفع من قدر هذا التشبيه حينما اقتبس من القرآن الكريم عندما قال: زرابيها مبثوثة والنمارق. وسؤال آخر من نص مصر جنة الحسن للشاعر بهاء الدين زهير: أسكان مصر انقضى الله بالنوى، فثم عهود بيننا ومواثق، فلا تذكروها للنسيم فإنه لأمثالها من نفحة الروض سارق. إلى كم جفوني بالدموع قريحة، وحتم قلبي بالتفرق خافق، ففي كل يوم لي حنين مجدد، وفي كل أرض لي حبيب مفارق. تخير الصواب مما بين القوسين، وسؤال لغويات يأتي دائما في أول كل سؤال في النصوص والقراءة. إلى كم جفوني بالدموع قريحة، اسمهم غرضه البلاغي: الحيرة والضجر، النفي، الإنكار، التمني. فكر إلى كم إذن الحيرة والضجر، والضجر يعني الملل. السؤال التالي: جمع كلمة حبيب هل هي محبون، أحباب، أحبة، حبائب؟ انتبه، جمع كلمة حبيب أحبة. السؤال التالي: مرادف كلمة قريحة هل هي باكية، جريحة، مسهدة، حمراء؟ إذن مرادف كلمة قريحة أي جريحة. في البيتين الأول والثاني تشبيه ضمني، وضحه واذكر رأيك معللا. عد إلى البيت الأول والبيت الثاني، تجد هذا التشبيه الضمني، فقد شبه العهود والمواثيق بنفحات الروض العاطرة. والمطلوب أن أذكر الرأي وأعلل له. رأيي في هذا أنه تشبيه متكلف فاتر زاده ضعفا وفتورا استخدام كلمة سارق في هذا البيت. هاتي ما يلي. سؤال آخر من نص مصر جنة الحسن: اطناب بالترادف وبين أثره في المعنى. الاطناب بالترادف في هذا البيت عندما جمع الشاعر بين قوله عهود ومواثق، والاطناب بالترادف هدفه توكيد المعنى. استخرج محسنا بديعيا واذكر سر جماله. بالعودة إلى البيت الرابع تجد أن فيه حسن تقسيم، الذي يكسب التعبير الجرس الموسيقي الجميل الذي ينتج عن التوافق الصوتي والتوازن الموسيقي بين الكلمات عندما قال الشاعر: ففي كل يوم لي حنين مجدد، وفي
في كل أرض لي حبيب مفارق. علل بهاء الدين زهير إمام مدرسة الرقة. هل تعرف أستاذ طالب لماذا يعد هذا الرجل إمام المدرسة الرقة؟ لأنه من أولئك الشعراء الذين يفضلون المعنى ولا ينظرون إلى صنعة لفظية كثيرا. إذن هو إمام مدرسة الرقة لأنه يفضل المعنى ولا يهتم كثيرا بالزخرف والإكثار محسنة البديعية ويميل إلى البساطة في التعبير. إذن هذه هي الإجابة. ونأتي بعد ذلك إلى نص المتنبي وسيف الدولة الحمداني. يقول الشاعر: وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم. ونأتي إلى سؤال الاختيار من متعدد. وحرق الباه للتنبيه، للنداء، للندبة، للتعجب. فكر، هو للندبة. مرادف كلمة شبم، هل هي هادئ، بارد، جامد، كاره؟ شبم أي بارد. معنى كلمة تدعي، هل هي تتظاهر وتزعم، تخفي وتبعد، تكذب وتنافق، تتهرب وتتباعد؟ إذن كلمة تدعي أي تتظاهر وتزعم. المراد بكلمة غرته، هل هي وجهه، قلبه، عمله، صدره؟ إذن المراد بغرته أي وجهه. جمع كلمة غرة، هل هي غر، أغرار، أغرة، غرر؟ جمع كلمة غرة غرر. السؤال الثاني: الأبيات تبرز ألم المتنبي وتعجبه وأمنيته. نعم، هنا المتنبي يتألم ممن يحبه ويحترق شوقا إليه. فلماذا؟ لأن من يحبه لا يشعر به، ولا وتعجب المتنبي من حاله ومن كتمان تلك المشاعر، بينما يتظاهر المنافقون بحب سيف الدولة ويحبونه حبا فيه نفاق وفيه زعم وادعاء. إذن يتمنى الشاعر أن يحظى بعطاء الأمير ورضا الأمير على قدر هذا الحب، ولا شك المتنبي سوف يكون أكثر حظا منهم. إذن السؤال التالي يقول: حدد من الأبيات لونين خياليين مختلفين أو مختلفي النوع واذكر قيمتهما. يعني بالعودة إلى الأبيات نجد أكثر من صورة خيالية. وعندما نقول برى جسدي، هي كناية عن المعاناة في هذا الحب المكتوم، وسر جمال الكناية كما تعلم الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه. والصورة التالية ممكن أن نأخذ كلمة غرة، وهي مجاز مرسل عن وجه الأمير، علاقته الجزئية، فقد أطلق الجزء وأراد الكل. وسر جمال مجاز المرسل الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة في إيجاز وتكسير. استخرج من الأبيات أسلوبا إنشائيا وبين نوعه وغرضه البلاغي. بالعودة إلى الأبيات نجد قول الشاعر: ما لي أكتم حبا، استفهام غرضه التعجب والحسرة. استخرج من الأبيات أسلوب قصر واذكر فائدته. اعمز الطالب أن القصر يأتي على أكثر من طريق، يأتي بخمس طرق. هذه الطرق هي إما أن يكون في إنما، تقديم مع حق التأخير، تعريف ركن الجملة الاسم تداول الخبر، أو العطف بل ولا ولكن، والنفي والاستثناء. وبالعودة إلى الأبيات نجد تدعي حب سيف الدولة الأمم. المفترض أن نقول تدعي الأمم حب سيف الدولة، فقد قدم ما حق التأخير بتقديم المفعول به على الفاعل، فهذا للقصر والحصر ويفيد التوكيد والتخصيص. وسؤال آخر: استخرج محسنا بديعيا لفظيا وبين سر جماله. المحسن البديعي اللفظي هنا هو التصريع في البيت الأول بين كلمة شبم وكلمة سقم، لأن المحسنات اللفظية مثل التصريع ومثل السجع ومثل الجناس هي هذه المحسنات اللفظية. سؤال آخر ولكن مع نص بطولة صلاح الدين. اقرأ ثم أجب. طلعت عليهم بالصباح من الضبا، يحيط به ليل من النقع مظلم، فساء صباح المنذرين لأنه صباح به زرق الأسنة أنجم، وجيش به أزد الكريهة غضب، وإن شئت أقبان المنية حوم. والسؤال الأول هنا على هذا النص: تخيل الصواب مما بين القوسين. مفرد كلمة الضبا، هل هو الضبية، الضبا، الضبا، الضابية، الضأب؟ مفرد كلمة الضبا، الضبا. فساء صباح، الفاء هنا للتعليل، للترتيب، للتفصيل، للعطف. البيت الأول يقول طلعت عليهم، بعد ذلك فساء، إذن الفاء هنا للترتيب. زرق الأسنة، التعبير يدل على شدة صفائها، جمال منظرها، ارتفاع ثمنها، نضة وجودها. زرق الأسنة، الأسنة تلمع من لأنها مصقولة ولأنها حادة، إذن شدة صفائها.
السؤال التالي: في الأبيات تضمين واقتباس من الشعر والقرآن، إذا الشاعر ابن سناء الملك هنا يجود من أسلوبه بأن يقتبس من الشعر العربي، يقتبس من القرآن الكريم. وبالعودة إلى الأبيات، نجد أن التضمين من الشعر في البيت الأول ومتضمن قول بشار بن برد في وصف غبار المعركة حين قال بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيفنا ليل تهاوى كواكبه. وتأثر أيضا واقتبس من القرآن الكريم عندما قال الشاعر: فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين، مقتبس من قول الله تعالى في سورة الصفات: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وهذا يعكس البيئة اللغوية التي عاش فيها ابن سناء الملك ومدرسة الفنية التي يتخللها في شعرها التضمين والاقتباس. أو الاستعارة أو الكناية أو المجاز. والعودة إلى الأبيات التي أمام نجد فيها أكثر من صورة، فلنختار صورة بسيطة ولتكن أزد. كلمة وجيش به أزد الكريهة، ما المقصود بكلمة أزد؟ إذن هم الجنود. إذن في استعارة تصريحية أشبه الجنود المصريين بالأسود، وسيرجم الاستعارة هنا التوضيح والقبل الفريد توحي بالشجاعة والقوة. وفي الأبيات أكثر من صورة بلاغية. هناك إلى سؤال آخر استخرج من الأبيات محسنا بديعيا واذكر أثره في المعنى. بالعودة إلى البيت الأول، نجد هناك أن هناك طباقا بين الصباح وليل، وطباق يوضح المعنى. سؤال آخر يقول: ما قيمة تعريف الصباح وتنكير الليل في البيت الأول؟ تعريف الصباح للتعظيم وتنكير الليل للتهويل. سؤال آخر من نص بطولة صلاح الدين لابن سناء الملك، يقول الشاعر: يعفون عن كسب المغانم في الوغى، فليس لهم إلا الفوارس مغنم، فإذا قاتلوا كانوا سكوتا شجاعة، ولكن ظباهم في الطلة تتكلم. ألف تضير الكفر غزوا فقد غدا، جوادك إذ يأتي إليها يحمحم. والسؤال المعتاد: تخاض لك الأبطال عفوا هناك بيت قبل لقائهم، ولكنهم من نقع غيشك قد عموا. والسؤال: تخيل الصواب مما بين القوسين. مضاد كلمة يعفون هل هي يقبلون، يتنافسون، يطمعون، يخجلون؟ يعفون أي يتنزهون، إذا مضادها يطمعون. مفرد كلمة الطلة هل هي الطلية، الطلا، الطلاوة، الطلو؟ مفرد كلمة الطلة الطلية والطلا، أي الأولى والثانية. تقاد لك الأبطال إيجاز بحذف، الفاعل، المفعول، المبتدأ، المضاف إليه. إذا جاء الفعل مبني للمجهول فلتعلم أن فيه إيجازا بحذف الفاعل، نعود إلى السؤال التالي: وازن بين بيت المتنبي عندما قال: تمرك الأبطال كلمة هزيمة، ووجهك وضاح، وثغرك باسم، وبين قول الشاعر هنا عندما قال: تخاض لك الأبطال قبل لقائهم، لأنهم من نقع جيشك قد عموا. إذن هنا المطلوب أن نعقد الموازنة بين البيتين. عندما نعود إلى بيت المتنبي، نجد بيت المتنبي هنا يصور أبطال العدو ويتمر في الأسر هزيمة، والأمير يظهر على وجهه السعادة والسرور بتحقيق ذلك الانتصار. إذن بيت المتنبي يصور أبطال الأعداء ويتمر في الأسر هزيمة، والأمير المنتصر سعيد بهذا الانتصار بعد تلك المعركة. أما عندما نعود إلى بيت ابن سناء الملك، فجد أن الأبطال من جيش الأعداء قد هزموا من غير معركة، فأيهما يعني أدق في المعنى وأفضل في المعنى؟ هل ننتصر بدون معركة أم ننتصر بعد المعركة؟ لأنهم عاموا من كثرة النقع فاضطربت صفوفهم. إذن الشعر هنا حدد سبب الهزيمة، بينما المتنبي جعل الخصوم قد هزموا في ساحة المعركة، ولذلك الفرحة بالانتصار تظهر على وجه الأمير. إذن الفرق واضح بين الشاعرين، وجمال المعنى عند المتنبي يظهر واضحا. استخرج من الأبيات الآتي: استخرج أسلوب قصر واذكر وسيلته وقيمته الفنية. بالعودة إلى الأبيات، نجد: فليس لهم إلا الفوارس، إلا الفوارس مغنم، ليس وإلا، ما في واستثناء، أسلوب قصر في التوكيد والتخصيص. طريقته النفي والاستثناء وإفادته التوكيد والتخصيص. استخرج كناية واذكر قيمتها الفنية، يعفون عن كسب المغانم في الوغى، تعبير يقوم دليلا على سمو الهدف. إذا نقول كناية عن سمو هدفهم، والقيمة الفنية للصورة هنا توحي بعظمة أخلاق المصريين. وسيرجم الكناية لا تنسى أن الإتيان بالمعنى مصحوب بالدليل مع الإيجاز والتكسيم. سؤال أخير في هذا النص: علل النص وإن كان ظاهره المديح،
إلا أنه يدخل في إطار الشعر الحماسي. فلماذا؟ الإجابة هنا أعزائنا الطلاب، موضوع النص وإن كان ظاهره المديح إلا أنه يدخل في إطار الشعر الحماسي، لأن مديح صلاح الدين مطلب شعب مصر والأمة الإسلامية في عصر كان صلاح الدين فيه رمزا وما زال مما تعنيه الأمة من ضعف ولهزام وتخاذل. صلاح الدين هو رمز للخلاص في هذه الأمة، ولذلك نجد أن تجربة الشعر هنا في هذا النص تجربة شعرية صادقة وأصيلة. لماذا؟ لأنها لم تنبع من الشاعر طمعا في عطاء أو رغبة في منصب أو جاه، لكن نبعت عن حب صادق وإعجاب بشخصية صلاح الدين الأيوبي. فهذا المدح لم يكن من ورائه أي هدف دنيوي، ولذلك كان المدح في هذه القصيدة صادقا، وكانت تجربة الشعر أصيلة وصادقة. أعزائنا الطلاب، نقول بذلك قد انتهينا من هذه المراجعة في هذه الخدمة الجديدة المتميزة التي تقدمها لكم جريدة اليوم السابع، ونرجو أن ننال إعجابكم بإذن الله تعالى. وفق الله وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تنجح وتجيب مجموع وانت قاعد على الانترنت؟ اليوم السابع بيقدم اقوى مراجعات نهائية للثانوية العامة لنخبة من افضل المدرسين. اتفرج وذاكر وانجح وجيب مجموع بالفيديو على اليوم السابع.